لي حارس حارس غتقطع كره يا حارس، كيطلق الله طلق باس نصيري، يلا نصيري والهربو نصيري، والهدف الثاني الخوت. اذا التاريخ كيعاود نفسه الخوت، 2-0 المنتخب المغربي في ابيجو. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نكملوا السلسله ديالنا الطريق الى كاس العالم مع المنتخب المغربي في الحلقه الثانيه. كنتمنى لكم الخوت فرجه ممتعه، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. اذا الخط على بركه الله، غنمشيو ديريكت للجدول ديال المباريات المنتخب المغربي. عندنا الماتش الاول مع الكوت ديفوار نخرجوا، الماتش الثاني ندخلوا غانا، الماتش الثالث نخرجوا عند نيجيريا، والماتش الرابع الخط مع مصر غنلعبوا في المغرب. اذا دابا غنمشيو الخطه اللاعبه الخط، ما نغيروا والو في هذه التشكيله 3-3-4 والحراسه ليبونو. دابا الماتش اللي كيجمعنا مع الكوت ديفوار الخط غنلعبوا في ابيجو، ذكريات الخط اللي كتجمعنا في التصفيات ديال كاس العالم 2018 اللي غلبت انا ذاك المنتخب المغربي ب2-0 على الكوت ديفوار في ابيجو. دابا الخوت غنلعبوا خارج الديار، اذا كتنطلق الكره عند المنتخب ديال الكوت ديفوار. يلا نصيري نحاول نضغطوا يا نصيري، هذه كره مازالت الكوت ديفوار، يلا خرج كره، هذا بلندا لحارس، حارس كيطلق باس لزياش، يلا يا زياش كيطلق باس، يلا بوفال ما وصلش كره لزياش، يلا ضغط عرابس. اذا تسلل الخوت، هذه كره يلا خطا لزياش، يلا يا زياش حط يا زياش، ذات هذه الكره هذه المنتخب، هذه كره المنتخب الكوت ديفواري، وهي يلا الدفاع يا زوير في الدار، وبونو كيتالق في هذه الكره هذه، كيخرج كره يلا بلندا، هذه الكره لحارس، حارس كيطلع يا ضعيفه كانت هذه الكره هذه في الدين ديال حارس، هذه كرة يلا بلندا، بلندا كيطلق باس لحارس، حارس كبوه كيتصدى لهذ الكرة هذه، يلا يا بوفال، بوفال مرة أخرى يا كيطلق باس، يلا تعرابت تعرابت تعرابت، يلا لمزراوي، يلا مزراوي كيطلق باس مرة أخرى لتعرابت، كيشوط الدفاع الخوت خرجت الركنية، إذا الركنية المنتخب المغربي كيرفع زياش هذ الكرة هذه، مقاسية من النصيري ضاعت كبوه. هذه الكره لمنتخب كوت ديفوار كيطلق باس، ويا يا الهربا، وبونو كيتالق في هذه الكره هذه، خرجت الركنيه، هذه خطا الكوت ديفوار، هذه صعيبه هذه صعيبه، يلا زوير في الدور التمركز، الله خرج كره، بونو كيتصدى لهذه الكره هذه الخوت، مازال النتيجه 0-0، هذه الركنيه كيرفع كره لمنتخب كوت ديفوار، يلا ضغط يا طيارات كيخرج كره، هذا بوفيل، بوفيل كيهرب الكره كيطلق باس طويل زياش، زياش والهربه يا زياش، زياش والهدف الاول للمنتخب المغربي. اذا زياش كيماركي الهدف الاول للمنتخب المغربي على الكوت ديفوار في الدقيقه 75 الخوت، المنتخب المغربي كيتقدم ب1-0. واش نقدروا نكرروا النتيجه الخوت ديال تصفيات 2018 اللي كانت 2-0؟ هذه كره للمنتخب الكوت ديفوار، يلا خرج كره، يلا يا حارس، حارس غتقطع كره يا حارس، كيطلق الله طلق باس نصيري، يلا نصيري والهربو نصيري، والهدف الثاني الخوت. اذا التاريخ كيعاود نفسه الخوت، 2-0 المنتخب المغربي في ابيجو المنتخب الكوت ديفوار الخوت. اذا 2-0 المنتخب المغربي، وهذه فرحه اللاعبين بالهدف الثاني. هذه اخر كره، يلا خرج كره، خرج كره، لازالت المنتخب كوت ديفوار الضغط، يلا يا بلهند ضغط ضغط. اذا انتهت المباراه الخوت، ثلاثه النقاط اللي كانت صعيبه على المنتخب الكوت ديفواري، لعبنا في ابيجو الخوت في كوت ديفوار. اذا هذو هما نتائج الجوله الخامسه من التصفيات ديال كاس العالم افريقيا. اذا كنحتلوا المركز الثالث الخوت ب 12 نقطه، المركز الاول منتخب السنغال. دابا غنلعبوا الماتش ديال غانا، غنلعبوا في المغرب الخوت. اذا نحاولوا نحققوا ثلاثه نقاط جديده باش نزيدوا في الترتيب ديال التصفيات الخوت، نتقدموا اكثر. اذا المباراه ديال غانا والمنتخب المغربي كتنطلق كره نصيري، يلا يا بوفال كيطلق لي سايت، هذه تعرابس، يلا تعرابس لي بوفال، يلا يا بوفال كيخرج باس لحارس، حارس مره اخرى ضاعت هذه الكره هذه المنتخب المغربي، هذه كره لزياش، يلا يا زياش كيطلق باس طويل، يلا حارس، حارس والمور كيمر، حارس شوط يا حارس، ضاعت هذه الكره هذه حارس. اذا ضاعت الكره الاولى للمنتخب المغربي، هذه كره مهرة للمنتخب الغاني، يلا الدفاع المنتخب، يلا خرج كره، ضاعت هذه الكره هذه على المنتخب الغاني، هذه كره المنتخب المغربي، بوفال، بوفال كيحض الحكيمي، تألق ديال الحارس ديال المنتخب غانا الخوت. اذا ضاعت هذه الكره هذه، هذه زياش، زياش كيخرج باس، يلا يا بوفال، بينالتي الحكم، بينالتي في هذه اللقطه هذه. اذا بوفال ضاعت عليه هذه الكره هذه، كترجع كره للمنتخب الغني، هذه كره المنتخب المغربي، يلا يا بوفال، بوفال كيخرج باس، يلا حارس العريضه الخوت في هذه الكره هذه، هذا تعرابت، يلا حارس لي تعرابت، تعرابت لي بوفال، خطا الخوت، واش بينالتي ولا خطا، نشوفوا الحكم شنو يحسب. اذا هذا خطا الخوت على ما اظن. اذا
انظار شفاهي للاعب ديال غانا لهذا الخطأ هذا. شوف لي هذا، شوف 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 ضربه من نص الخوص، اذا خطأ للمنتخب المغربي قريب من منطقة الجزاء. اذا زياش، يلا يا زياش ضاعت يا زياش هذه الكره هذه، اذا ضاعت يا زياش هذه كره اخرى للمنتخب المغربي. يلا زياش، يلا زياش والمهاره، يلا زياش كيمر من الاول، زياش زياش الثاني كيدخل منتخب الجزاء، زياش يلا مره اخرى، يلا زياش شوط نصيري يرجع مع المنتخب الغاني الخوت. ضاعت هذه الكره هذه على المنتخب المغربي كترجع للمنتخب الغاني. يلا خرج كره، يلا زوير في الضال، ما بقاش الوقت الخوت ونتيجه ما جاش 0-0. اذا لازال الضغط، اذا صلى الماتش الخوص نقطه واحده من هذا الماتش هذا مع المنتخب الغاني. هذو من نتائج الجوله 6. اذا الخوص حنا كنحتلوا المركز الثالث ب 13 نقطه والمركز الاول السنغال، المركز الثاني نيجيريا. اذا دابا غنمشيو للماتش اللي كيجمعنا مع نيجيريا اللي كيحتل المركز الثاني في التصفيات. اذا غنلعبوا خارج الديار مع نيجيريا، غنلعبوا في نيجيريا الخوت. اذا المباراه اللي جمعنا مع نيجيريا في التصفيات ديال كاس العالم، ندخلوا ديريكت للماتش الخوت، نحاولوا نغلبوا هذا الماتش هذا باش نحققوا ثلاثه نقاط جديده. اذا كتنطلق الكره المنتخب النيجيري، يلا ضغط نصير من البدايه، هذه مازال الضغط ديال المنتخب النيجيري. يلا خرج كره، يلا حارس، حارس كيطلق باس لنصيري، نصيري كيهرب كيخرج بوفال، بوفال كيعاود نصيري والهدف الاول الخوز. اذا 1-0 النصيري كيماركي هذا الهدف هذا، اذا 1-0 المنتخب المغربي، النصيري كيماركي الهدف الاول. هذه كره اخرى يلا بالهندا، بالهندا كيخرج باس لنصيري، نصيري نصيري شنو يعمل بهذه الكره هذه كتلقى بوفال كان في المنطقه المتسلله الخوز. اذا كان في اورجو، وهذه ورقه صفراء للاعب ديال نيجيريا. هذه كره لزياش، يلا يا زياش، يلا زياش والمهاره، زياش كيمر، زياش كيمر من الاول، يلا والثاني يا زياش، يلا شوط يا زياش. الدفاع ديال المنتخب النيجيري كيتصدر هذه الكره هذه، هذه كره التماس، هذه كره لبوفال، يلا ضغط يا بوفال، ضغط يا بوفال والانفراد، تألق ديال حارس المنتخب النيجيري في هذه الكره هذه. اذا ضاعت الكره الخوت هذه منتخب المغربي، يلا تعرفت كيخرج كره لبوفال، بوفال ضعيف هذه الكره هذه يا بوفال، ضاعت الكره على المنتخب المغربي. هذه كره مره اخرى، يلا يا الحارس، الحارس كيخرج لزياش، يلا زياش، يلا زياش والمهاره كيمر، زياش كيمر من هذه الكره هذه كيشوط، تألق المنتخب الحارس ديال المنتخب النيجيري. اذا ضاعت الكره هذه لدي حكيمي، يلا حكيمي خرج مناطق الدفاع كيخرج كره طويله لزياش، ضاعت عليك يا زياش، ضغط يا زياش. اذا ضاعت هذه الكره هذه على المنتخب المغربي، صلى الماتش الخوص، ربحنا ثلاثه نقاط جديده مع المنتخب النيجيري. اذا غنرجعوا في المركز الثاني في التصفيات. اذا هذه الجوله 7 الخوص النتائج. اذا كنحصلوا الان المركز الثاني ب 16 نقطه والمركز الاول المنتخب السنغالي 17 نقطه. دابا عندنا الماتش مع المنتخب المصري الخوص، غنلعبوا في المغرب مع الشقيق ديالنا المنتخب المصري. اذا مصر والمنتخب المغربي في تصفيات كاس العالم، غنلعبوا في المغرب الخوص، غندخلوا ديريكت. اذا ابو صلاح هو العميد المنتخب المصري. اذا كتنطلق الكره المنتخب المغربي، هذا نصيري، نصيري لسيس، سيس كيطلق لتعرابس، تعرابس كيطلق كره طويله، يلا بوفيل، بوفيل كيخرج كره طويله ما وصلتش لنصيري هذه الكره هذه، يلا مازالت الكره المنتخب المصري. هذا ابو صلاح، ابو صلاح ضاعت عليك المنتخب المصري، ضاعت هذه الكره هذه، كترجع الكره للمنتخب المصري، يلا ضغط سيس هذا خرج، يلا ضاعت هذه الكره هذه على المنتخب المصري. اذا كان في الموقع متسلل، هذه كره اخرى المنتخب المغربي، بوفال، بوفال كيخرج لنصيري، نصيري باس طويل لزياش، يلا زياش ضاعت عليك هذه الكره ديال زياش. اذا ضاعت الكره الاخيره، هذه كره المنتخب المصري، يلا خرج كره، هذه تعرفت، تعرفت كيرجع كره باس لنصيري، نصيري لحارس، حارس لزياش، زياش والمهاره، زياش كيمر، زياش كيطلق باس لبلهندا، بلهندا، بلهندا والفنيات، يا سلام عليك بلهندا، كيخرج لبوفال، بوفال كيرجع كره، يا 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 دي حكيمي كيرفع كرة. إذا الحكم كيحتسب خطأ المنتخب المغربي في هذه اللقطة هذه ديال بوفال. إذا شوف 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 الإعادة الخوت، شوف أي 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 هذه زياش، زياش كيرفع كرة، أي 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 ما ضيعت يا حارس. إذا ضاعت على المنتخب المغربي، شوف الإعادة، شوف 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 كانت قريبة يا حارس، ضاعت هذه الكرة هذه، هذه كترجع لزياش، زياش كيطلق باس، يلا يا حارس، حارس لنصيري، يلا نصيري، يلا نصيري، طلق باس لزياش، يلا زياش والمهارة ضاعت عليك يا زياش هذه الكرة هذه.
يلا مرة أخرى نسيري نسيري كتلقى باس لزياش زياش واش الشناوي كيتألق في هذه الكرة ديال الخوت. يلا خرج كرة يا السايس. يلا مرة أخرى مزراوي مزراوي كتلقى باس لبلندا بلندا كتلقى باس لتعرابت تعرابت ضاعت عليك تعرف هذه الكرة دي هذه الكرة منتخب مصري آخر كرة اللي بقات صلاح. يلا ضاع وبونو كيتألق في هذه الكرة دي إذا ضاعت على المنتخب المصري. إذا سال الماتش الخوت حصدنا نقطة واحدة مع المنتخب المصري لعبنا في الديار ديالنا الخوت. اذا هادو من نتائج الجوله 8 كما كنشوفوا الخوت النتائج. اذا الان كنحتلوا المركز الثاني ب 17 نقطه والمركز الاول المنتخب السنغالي 20 نقطه. اذا الان عندنا الجوله التاسعه الخوت مع المنتخب اذا الخوت غنوقفوا الفيديو ديالنا هنايا. كنشكركم على المشاهده ديالكم والى خصكم تزيدوا في هذه السلسله هذه خليوها لي في التعليق فتحياتي لكم. تهلاو.